وهي المفاضلة، هذه قاعدة من القواعد المهمة جدا. وأحيانا يكون المفضول أفضل من الفاضل إذا جاء وقته، يكون المفضول أفضل من الفاضل إذا جاء وقته، بمعنى تلاوة القرآن هي أفضل من الدعاء وأفضل من الذكر، لكن إذا أذن المؤذن فيكون هنا الأولى أن تردد مع ماذا؟ أن تردد مع المؤذن. فنقول هنا يكون المفضول أفضل من الفاضل إذا حل وقته، يعني إذا حل وقت المفضول. وهذه ربما هذه القاعدة يغفل عنها كثير من الناس. نقول مثلا بين الأذان والإقامة، قال عليه الصلاة والسلام من حديث عمر قال: دعاء ما بين الأذان والإقامة ما يرد. وهنا يأتي السؤال: أيهما أولى، أن يشغل وقت الأذان ما بين الأذان والإقامة كله بتلاوة القرآن، أم أن يكون بالدعاء؟ فنقول لا شك لما تختلف عندنا هنا المسألة والجنس في المفاضلة نقدم هنا الدليل. الدليل هنا ورد أن بين الأذان والإقامة هناك دعاء، دعاء ما بين الأذان والإقامة إيش؟ مستجاب، ما يرد. فنقول لا شك هنا أن ما بين الأذان والإقامة إن شغل بالدعاء كله هو أفضل من أن يشغل بإيش؟ أن يشغل بالقرآن، لورود ماذا؟ لورود الدليل. حتى وإن كان هنا الدعاء هنا مفضول، لأن احنا قلنا أفضل شيء هو إيش؟ هو الذكر، وأعلاه هو القرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح يقول: أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه البخاري. فهذه نقطة مهمة جدا ينبغي أن نهتبل إليها ونهتم بها. إذا ضبطنا هذا الضابط، إن كثيرا من الأسئلة التي تدور في خلد الفضلاء من الناس تجد لها جوابا عند هذه القاعدة. يقول لك الآن أيهما أفضل، وقت الضحى، أقوم أصلي الضحى ولا أقعد أسبح؟ خلاص إحنا عندنا ضابط، قلنا صح ولا؟ قلنا عندنا الضابط إنك أنت تشغل هنا الوقت بما ورد فيه من الدليل في انشغاله. ولذلك هذا الفهم المتأصل كان عند السلف، ولذلك كان الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقوم الليل، فإذا اقترب وقت السحر أنهى صلاته وأقبل يستغفر ويتلو قوله: وبالأسحار هم يستغفرون. إذن دائما لما تأتي لهذا الضابط أخي المبارك ستستريح كثيرا. طيب يوم الجمعة أقرأ قرآن ولا أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. نقول ارجع للضابط اللي احنا تكلمنا عنه وارجع للدليل. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم معروضة علي. إذن الوقت هنا يكون من خميس مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة، لو شغلته كله بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم تخطئ طريق السنة. وضحت هذه إخواني أحسن الله لكم، لم تخطئ طريق السنة. وقس على ذلك من كل الأعمال التي تمر عليك في أمورك.